السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناتنا الأعزاء. ربما يكون حجم هذا الحيوان صغير بالنسبة لحيوانات كثيرة، إلا أنه يمتلك قلبا وجرأة وشجاعة أكبر من الموجودة عند الحيوانات المفترسة كبيرة الحجم كالأسود والفهود وغيرها من باقي الحيوانات القوية والضخمة. صيته وسمعته تسبقه كأجرأ الحيوانات على وجه الأرض. إنه غرير العسل. حيوان غرير العسل هو حيوان مدهش، ليس فقط لأنه يحب العسل، بل إن هذا الحيوان على الرغم من عدم كونه كبيرا جدا، إلا أن غرير العسل لا يخشى الحيوانات المفترسة الأخرى في إفريقيا مثل الكوبرا وحتى الأسود. والكثير يتساءلون ما هو سبب قوة حيوان غرير العسل، وكيف لهذا الحيوان أن يتدبر أمر الصيادين الأكثر عدوانية في العالم خلال الهجوم؟ سنتعرف على كل هذه الحقائق في حلقة اليوم. هناك 12 نوع فرعي من أنواع حيوان غرير العسل، وهي تتميز وفقا للاختلافات في الحجم والعلامات، وتوجد معظم الأنواع الفرعية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن البعض منها تتواجد أيضا خارج القارة السوداء، فتوجد في إيران وشبه الجزيرة العربية، وكذلك نجدها في تركمانستان إلى شبه الجزيرة الهندية. من المعروف أيضا أن حيوان غرير العسل أنه يفضل الارتفاعات التي تصل إلى 2600 متر فوق سطح الأرض. يتميز هذا الحيوان بسمات مميزة كجسمه الطويل والذي يكون واسع نسبيا ورأسه الصغير جدا ووجود فم صغير فيه، كما أن حيوان غرير العسل لديه عيون صغيرة وآذان من الصعب أن تميزها والتي تشبه إلى حد ما التلال الصغيرة. ومن المحتمل أن يكون هذا التكيف هو لتجنب الضرر أثناء القتال مع الخصم. وتأتي بشرة حيوان غرير العسل لتكون هي العنصر الآخر للدفاع، فمظهر الجلد الفضفاض جدا تكمن تحته الأنسجة الدهنية، وفي الواقع أن بشرته هذه تجعله يتحرك بحرية. والجلد على عنقه حوالي 6 مليمترات سمكا، والجلد على ظهره سميك وقاس، وهو يعتبر الدرع ضد لدغات وهجمات الحيوانات المفترسة. وساقي حيوان غرير العسل قصيرة ولكنها قوية، ويوجد 5 أصابع على كل قدم، وكل أصبع لديه مخالب حادة وصعبة، وهو من الحيوانات التي تتحرك على القدمين وباطن اليدين التي تغطيها بشرة ناعمة ولكن سميكة. وحجم حيوان غرير العسل يصل في الأنواع البالغة من 55 إلى 77 سنتيمترا طولا من دون الذيل، الذي يصل طوله من 12 إلى 30 سنتيمترا. وذكور حيوان غرير العسل يزنون من 9 إلى 16 كيلوغرام، والإناث من 5 إلى 10 كيلوغرام. وغالبا ما تكون الإناث أصغر من الذكور فيما يتعلق بالحجم والوزن. حيوان غرير العسل ليس من الصعب إرضاؤه حقا بخصوص الطعام، وهناك سمة مميزة لدى هذا الحيوان تميزه عن غيره من الحيوانات التي تندرج تحت فصيلة ابن عرس، وهي أنه يطارد خلال النهار، ولكن في الأماكن ذات عدد السكان المرتفع فإنه يفضل النبش وجمع الفضلات ليلا. وبجانب أن حيوان غرير العسل يبحث عن خلايا النحل لأكثر من مرة، إلا أنه يحب اللحوم أيضا، فيأكل الضفادع والقوارض والسحالي والثعابين والطيور أو حتى الحشرات، وفي بعض الأحيان يأكل البيض. ويمكن أيضا لغرير العسل أن يقوم بمحاولة أكل النباتات سواء الفواكه والخضروات.
ويمكن أن يقتل حيوان غرير العسل ثعبان كبير وخطير. على سبيل المثال يمكنه قتل الكوبرا وحتى المامبا السوداء. عادة يكون حيوان غرير العسل وحيدا على مدار السنة باستثناء شهر مايو عندما يكون هناك موسم تكاثر. في ذلك الوقت يمكن للجميع رؤية حيوان غرير العسل في أزواجه، ولا يعرف سوى القليل عن تكاثره، ولكن يمكن أن يكون الحمل حوالي 6 أشهر. وبعد هذه الفترة تلد أنثى غرير العسل توأم أعمى. ومن الصعب أن نعرف كم عام يستطيع حيوان غرير العسل أن يعيش، ولكن استنادا إلى حياته في الأسر يمكن لذكر حيوان غرير العسل أن يعيش حتى 24 سنة، ولكن لا نعرف شيئا عن حياته في البرية. وكما سبق أن ذكرنا، حيوان غرير العسل هو عادة من الحيوانات الانفرادية ويبقى في الجحر الذي حفره لنفسه. وعلى الرغم من أن بعض الأنواع تفضل الثقوب الجاهزة وتختار ثلال النمل الأبيض المهجورة، إلا أنه بفضل مخالبه القوية يمكنه حفر النفق خلال 10 دقائق في التربة الصلبة. ولكنه أيضا من الحيوانات التي تدافع عن نفسها بطريقة وحشية، فيمكنه مهاجمة تقريبا كل كائن حي. وعندما يتعرض لهجوم من خصم أكبر كالأسد لا يلجأ إلى الهروب، بل يمكن الدفاع عن نفسه. حتى النحل ليس قادرا على لدغه، فهو من الحيوانات الشجاعة جدا. حتى أنه يمكن أن يهاجم الخيول والماشية وحتى الجاموس الإفريقي إذا دخل على جحره. وقد أدى هذا المزيج من القدرات الدفاعية والهجومية الفطرية الرائعة في حيوان غرير العسل أنه على ما يبدو لا يخشى سوى أشياء قليلة. وقد أدت عدوانيته أيضا إلى عدد قليل من الحيوانات المفترسة، والتي عادة ما تحاول أن تأكل شيئا في حجم غرير العسل، ولكنها تقوم بدلا من ذلك باختيار تجنب هذا الحيوان.